غادر الفوج الأول من قوافل حجاج بيت الله من قطاع غزة عبر معبر رفح البرية، حيث سيبدأ خط سير الحجاج الفلسطينيين عبر معبر رفح البرية باتجاه مطار القاهرة الدولي وصولا إلى مطار الملك عبد العزيز بن سعود في جدة، ومن ثم إلى مكة المكرمة. وأعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن حجاج قطاع غزة سيغادرون على مدى 4 أيام بواقع 3 رحلات يوميا، باستثناء اليوم الأخير الذي سيكون فيه رحلة فقط، مشيرة إلى أن عدد حجاج الفوج الأول يبلغ 910 حجاج، فيما يبلغ عدد حجاج قطاع غزة هذا العام 2508 من أصل 6600 حاج حصة دولة فلسطين.